وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من عبر سكايب من اسطنبول الصحفي اليمني محمد الاحمدي. اهلا ومرحبا بك سيد محمد. بدايه، انباء عن استهداف في مقاتلات التحالف العربي لمنصات صواريخ ميليشيا الحوثي في محافظه صعدة. هل ترى ان قدرات ميليشيا الحوثي تتقلص في ظل عمليات نوعيه لقوات التحالف؟ مشاهدينا الاعزاء ورمضان كريم على الجميع. في الحقيقه قدرات الميليشيا الحوثيه تتهاوى يعني منذ انطلاق عاصفه الحزم، ولكن في نفس الوقت تعمد هذه الميليشيا باستمرار الى محاوله توطين مشروعها في الواقع، وتحاول ايضا التاقلم مع خساراتها المتواليه والعمل على تطوير قدراتها محليا، اما على صعيد تصنيع السلاح او محاوله اتخاذ المجتمع اليمني والسكان رهائن ودروع بشرية في مواجهة الحرب وغارات التحالف تحديدا، لمحاولة الاحتماء بالمجتمع اليمني لتفادي مزيد من الخسائر والإثارات. في المحصلة النهائية هذه الميليشيا لا تزال يعني مستمرة في عملياتها العسكرية. هناك في الفترة الأخيرة تراجع في الجبهات، يعني في العديد من الجبهات في مواجهة قوات الجيش الوطني وتقهقر الميليشيا الحوثية، ولكن في المقابل أيضا لا تزال الميليشيا الحوثية قادرة على إطلاق صواريخ باليستية تستهدف عمق الأراضي السعودية، وهذا بالتالي يعني يضع العديد من علامات الاستفهام حول ما إن كان بالإمكان إعادة تقييم العمليات العسكرية في اليمن بما يؤدي إلى إنهاء وحسم المعركة مع هذه الميليشيا وتصعيد العمليات العسكرية في كل الجبهات، بحيث يقل مسألة وسقوط ضحايا في صفوف المدنيين وأيضا التكلفة الإجمالية الإنسانية للحرب بشكل عام. طيب، هنالك حديث اليوم عن وجود دعم إيراني جديد لميليشيا الحوثي، ما الخطوات التي تراها ممكنة لوقف هذا الدعم؟ وهل ترون الخطوات الأمريكية لفرض عقوبات على إيران سيكون له أي تأثير على ميليشيات الحوثي أم لا؟ في الواقع الحديث عن عقوبات أمريكية على إيران، هي كانت العقوبات موجودة سابقا قبل الاتفاق النووي بين الغرب وإيران، ولكن في نفس الوقت كانت إيران تمد أذرعها في المنطقة بالدعم والخبرات، وتعمل على شحن المجتمعات العربية ب يعني وضع قنابل موقوتة من نوع هذه الميليشيا الطائفية الإيرانية وتزويدها بالخبرات ومدها أيضا بثقافة العنف والكراهية، ويعني استعداء المجتمعات المحلية، وبالتالي لم يكن هناك أي أثر حقيقة لمسألة العقوبات الأمريكية السابقة قبل الاتفاق النووي على سياسة إيران وتدخلاتها في المنطقة العربية لدعم الجماعات العنف المسلحة الطائفي التي تدين لها بالولاء. لكن في المقابل، ما الذي يعني يجب على الحكومات العربية اتخاذه في هذا السياق لمنع استفادة الميليشيا الحوثية في اليمن من أي دعم يعني إيراني؟ هناك في الآونة الأخيرة كان هناك حديث قبل يومين عن ضبط ألغام وأسلحة إيرانية كالصنع، ولكن بالمقابل أيضا هناك خبرات إيرانية موجودة ومن حزب الله في اليمن ومع ميليشيا الحوثيين تقدم الدعم اللوجستي والخبرات، وتعمل على الإشراف على مصانع إنتاج العبوات الناسفة والألغام لقصد مزيد من أرواح اليمنيين. سيد محمد، هناك خلافات تتزايد بين ميليشيات الحوثي والمؤتمرين عفوا، برأيكم إلى أين ستذهب هذه الميليشيات؟ كيف ستؤدي؟ يا أخي، هذه الميليشيات ذات منطق عدمي ولا يمكن أن تتعايش مع أحد. دخلت في تحالف مع الحزب المؤتمر الشعبي العام ورئيسه السابق، زعيمه السابق علي عبد الله صالح، ثم في نهاية المطاف أقدمت على إعدام علي عبد الله صالح و ذهبت إلى اعتقال كثير من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام، رغم يعني الدعم والتحالف الذي قدمه حزب صالح للميليشيا وخدمته لها على مدى 3 سنوات من الحرب، بل سلم لها الدولة برمتها والمعسكرات ومخازن السلاح ووسائل الإعلام وكل شيء، ومع ذلك في نهاية المطاف أقدمت على يعني إعدام الرجل والتنكيل بأفراد وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام. لا يعول كثيرا في الحقيقة على مسألة
خلاف، لم يعد هناك في الواقع شيء اسمه مؤتمر شعبي عام في تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين. ما تبقى من حزب المؤتمر الشعبي العام وضعت الميليشيا الحوثية يده عليها منذ وقت مبكر، سواء من خلال عناصرها وشبكتها التي استولت على الحزب منذ وقت مبكر في الجانب الإعلامي وفي الجانب المالي والاقتصادي وحتى في الجانب السياسي. ولم يكن سوى يعني المؤتمر بشكل عام سوى أداة في الأخير استخدم لمشروع الميليشيا الحوثية، ولكن يعول ربما على المؤتمر الشعبي العام الذي في الخارج أن يتقارب مع بقية القوى السياسية وأن يبدي خطوات حسن نية مع بقية الأحزاب والقوى السياسية اليمنية ويتخلى عن الأنانية وعن الماضي الذي يعني أدى وأودى بالحزب إلى الارتماء في أحضان ميليشيا الحوثي وإدخال البلد في أطون حرب ودمار وتشظي كما هو الحال كما نشاهد. عبر سكايب الصحفي اليمني محمد الأحمدي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.